درت واحد الفيديو في اليوتيوب مدة 5 أيام، عيطوا عليا البوليس ديال الكوميساريات عين الشق. عيطوا عليا على أساس قالوا لي راه ضربة الله وهذا. ملي مشيت لتما لقيت راسي معتقلة. صافي شنو قلت لهم شنو هو عندي؟ قال لي لا ضربة ما شوية، لا حقا ما حقا راه كتمشي كتهجمي على واحد السيد، شنو كيجيك؟ قلت لهم شكون هو؟ قال لي حميد كمال. قلت لهم با تولدي وراجلي ديا بالفاتحة. قال لي لا كاين شي زواجة الفاتحة. الا لا من هنا وبدا ما تبقيتي تمشي ديري السوشي راه الناس وما ديريش. قلت لي كنطلب بحقي. قال لي لا انت كتمشي كتطلبي الفلوس، كتطلبي لي الفلوس. قلت لي لا ما كنطلبش لي الفلوس. قال لي لا كاينين شهود وكاينين صور وكاينين فيديوهات على هادشي بانك كتطلبي الفلوس لهاد السيد. قلت لي لا ما كنطلب حتى الفلوس. قال لي لا كتطلبيهم. قال لي واتسني بغيتي حقك. قلت لي قال لي واتسني نعيطوا للسيد. صافي خرجنا برا كنتسناو تعيطوا عليه. هو السيد جاي بشويه عليه مقاد مع راساتو، جا دخل عند الكوميسير. بدا الكوميسير لا اله الا الله كيتهجم عليا بكلام فاحش ما فيه ما يتقال، كلام خايب ما كيتقال حتى واحد، وتهجم عليا غير انا بوحدي، هو اخوه ما مراتو الناس كيتمشاو كيبغاو كيهضروا في التليفونات كيبغاو، انا هي المحجوزه تما، انا بوحدي اللي معتقله. اما داك السيد مهزوز على كفوف الراحه، ما كاين اللي يقول لي حتى حاجه، ما كاين اللي يسولو، ما كاين اللي والو. قال السيد اللهم اجعلني من المتقين، شاد في الحيط وكيقول اللهم اجعلني من المتقين. هادشي اللي شفت انايا، وانا كنتهان، انا هي اللي طلعت الفاسقه، وانا هي العاهره، وانا هي اللي مشيت كنتبع الراجل. مرتو جات قالت لي كنهددها في التليفون، ملي قلت لها لا قال لي سكتي ما تقوليش ليها هكاك، كتهدديها في التليفون. هاد السيد كان معايا، هاد الكوميسير هذا كان معايا كنهددها، سمعني شافني. هادشي كامل دارو هاد السيد غير ملي شاف هذاك الفيديو في اليوتيوب. انا هادشي اللي كنقول، هادشي اللي قال لي راسي، ما قال لي معتقلة، ما قال لي حتى حاجه، ما قالها ليا. السيد خرجوه في مني دار معايا هادشي كامل والخوات وهذا، وداروا معايا محضر. ناضو ويقول السيد سير شوف مرتك وماك شنو بغاوك. مشى كيهضر السيد مع ماه وكلشي، وجدوا ليه قفيفتو وصويكو. انا غاديه كي الحمقه. قالوا لي راه تمشي تشوف واحد الكوميسير الكبير في الولايه، وفي الاخير ديك الساعه ترجعوا نشوفوا شنو يقول وكيل جلاله الملك وتخرجوا. هادشي اللي درت فراسي، وانا مخليه ولدي غير لواحد البنيته عندها 13 عام، والولد عنده عام وربع شهور. ايوا فاش مشيت لقيت راسي معتقله جالسه في السجن كيفي كيف مسجونين. علاش؟ الله اعلم علاش انا مسجونه. ما قال لي حتى حاجه. وديك الليله ديال الاعتقال شدتني المعده، كنغوت بالمعده لانني ما واكله حتى حاجه من نهار كامل ما واكلاش. السيد جا الفطور لانه كان صائم وفطر على خاطره، والناس كيضحكوا معاه، وانا صدقت انا هي اللي مشيت فيها بالمعقول، لانني ما عندي 100 درهم يا الاخرى ما كاين عندي في جيبي. تا ولدي ما خليتش لي ليكوش في الدار لانني ما عنديش. من العيد هاد السيد لحنا في السبيطار، مني لحنا في السبيطار صافي، وحنايا مليوحين عند الناس من دار لدار كندقوا كل مره فين نعسين، كل مره فين كاينين، كل مره فين هذا.